مرحبا، أنا اسمي مالك. كانوا في المدرسة يلقبوني البدوي. طبعا أنا متأكد أن الكثير من الحضور اليوم معه لقب لقبين وما أزكى معه الآن. طلابنا اليوم بيعانوا من ضغوطات شديدة داخل المدرسة، ضغوطات انتقلت من برا على المدرسة معه للصف. فهل نحن اليوم متأكدين من اللي يتعلموا أبنائنا داخل المدرسة؟ طبعاً المدرسة هي أول مكان بيتعرف فيه الطفل على لهجته، على لغته، على دينه، مبادئه، على العادات السيئة والكويسة، كل حاجة، وبيعكسها. مهارات بيتعلمها في المدرسة بتبقى معه العمر كله. طيب خلوني أقول لكم إيش اللي موجود اليوم في المدرسة. في المدرسة يوجد اليوم الكثير من التنمر، الكثير من العنف اللفظي والجسدي، وحالات للأسف تحرش وتمييز عنصري. هذا كلها بيمر فيها أبناءنا، أخي، أختي، ابنك، بنتك، كلنا، كل أبناءنا الأطفال بيمر فيها في أول عمره. طيب واحد ممكن يقول عادي خليه يشتحط كذا ويتقوى يتقلد، لكن لا. طبعا معي لكم صورة اشي اوريكم ياتها، يعني انا مستحي اوري لكم ياتها. هذا انا متنمر سابق، وهذا صاحبي ايهاب. طبعا ايهاب بخير، ما تقلقوش، اموره طيبة. بس انا نفسي كذا اتخيل ايش ايهاب يحس. يا اخي بعد الدريل من وجهي هذا يا اخي. اصبر بنشيل الصوره. ايهاب بخير، خلص الماجستير واموره طيبه ويشتغل. طيب ايش ليش نبدا من المدرسه؟ ما هو نحن كلنا شباب كبار بالسن، كلنا بنعاني من هذه الضغوطات، ليش المدرسه؟ المدرسه بطبيعه الحال لها سلطة على الطفل، لها سلطة مصدقة. كل حاجة أنا بتعلمها بالمدرسة ما أنتوا تقولوا لي إنها صحيحة. وكذلك أيضا في مهارات تسمى بمهارات الذكاء العاطفي الاجتماعي، social emotional learning skills. هذه المهارات لا تتطور عند الإنسان إلا في بداية حياته، عندما يكبر شوية بالسن للأسف يصعب تطويرها. باختصار ايش هذه المهارات؟ القدرة على التحاور، القدرة على فض النزاع، حل المشاكل، فض الانفعالات، فهم العاطفة، فهم النفس، وفهم الآخر. نحن ننسى أبناءنا ما نعلمهمش هذه الأشياء للأسف في المدرسة، وللأسف أيضا بنعلمهم أشياء أخرى ممكن تضره، ممكن تخليه يشوف العالم كله بلون واحد. طيب ايش الحل؟ كله رغي رغي رغي، ايش الحل؟ في حاجات كثيرة ممكن نشتغلها نحن كأفراد. طبعا دائما نحن لما بنقول التعليم الواحد بيتبادر إلى ذهنه إنه يلا كراسي، طلاء، ابني صف. صحيح هذا كله مهم، ولكن في أشياء أيضا أكثر أهمية أو بنفس الأهمية، وهي إنه نكون متواجدين في المدرسة، نقلل من الضغوطات التي يمر بها الطالب، نقلل من التحرش أو التنمر أو التمييز الذي يمر به الطفل. طيب أنا كمالك يعني فكرت بشغلتين، وأنا متأكد إذا كلنا اليوم فكرنا بنجيب حلول أكثر بنساعد فيها أبناءنا. الشغلة الأولى اللي ممكن نفيد فيها أبناءنا إذا كنا صادقين وإذا كنا عارفين إيش نشتي ننتقل للمستقبل، اللي هي المشاركة المجتمعية في التعليم، الكوميونيتي بارتيسيبيشن. البروفيسور إستر دافلو، وهي بروفيسور في معهد MIT وحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد، قامت في حديث في منصة تيد، اسم الحديث تجربة مجتمعية لمكافحة الفقر. كانت التجربة هي لدعم التعليم، دعموا شغلات كثيرة. من الشغلات اللي دعموها هي ملابس للأطفال، حلو،
وجبات، رواتب مدرسين ايضا، وسووا حاجه رابعه او اكثر من حاجه بالاصح، وسووا حاجه اللي هي وعوا المجتمع باهميه التعليم. طبعا هذا كله كان مفيد، لكن لما وعوا المجتمع باهميه التعليم كانت النتيجه ساحقه واضعاف مضاعفه بقيه الاشياء الاخرى. 40 سنة تراكمية من التعليم، فقط روح قل للمجتمع روح للمدرسة ادعم ابنك شوف ابنك كيف يدرس، كانت هذه النتيجة. طيب يعني نحاول نسوي مثل ما سوت بقية الدول، نروح المدرسة نشوف ابنائنا ايش يدرسوا ايش يتعلموا من ايش يعانوا. صديق لي يقول لي ابني كل ما يقوم الصباح يعني يقول له روح المدرسة يبكي يقول لي ما باروحش، فأسأله ايش السبب، يعني انت عارف ايش السبب، قال لي كسول ما يشتيش يدرس ما يشتيش. لا يا بني آدم، في واحد حامل له عصا يمكن داخل المدرسة، روح شوف إيش فيه. كم مرة زرت المدرسة؟ قال لي لا ما أروحش المدرسة أوصله. لا هذه هي الإشكالية، أبناءنا بيعانوا من هذه الأشياء، أبناءنا بيعانوا من ذي الضغوطات، ضروري نساعدهم. غير هكذا هذا كله بيستمر وبيكبر معه إلى سن متقدم. طيب نحن اليوم كمجتمع موجودين داخل المدرسة، إيش مهمتنا؟ مثل ما قلت لكم نقلل فقط الضغوطات على الطفل، فقط التعليم بيجي، التعليم بيجي. ياسر المتحدث الأول تعلم لحاله، التعليم بيجي، مهمتنا نقلل الضغوطات على الطالب، نقلل نسب التنمر، التمييز، العنف، هذه هي مهمتنا كمجتمع. طيب بسألكم سؤال، من سمع من قبل بمجلس الآباء والأمهات يرفع يده؟ طيب من حضر آخر شهر اجتماع آخر شهر؟ ما ناقدنا، عرفت أنه قلت النسبة، شفتوا كيف؟ طيب اللي مش عارف، مجلس الآباء والأمهات هو عبارة عن تجمع داخل المدرسة يجمع بين أولياء الأمور ويجمع بين القيادات المدرسية لحل مشاكل المدرسة. يعني أنا أنت كلنا داخل هذه المدرسة مع قيادات المدرسة بنحل مشاكلها بنشوف إيش المشاكل. وحسب ملاحظاتي يعني بشتغل في التعليم، يعني أكثر المدارس اللي كنت بزورها بشوفها يعني حلوة كذا ألوان وكذا فيه حيوية داخلها، كان المجتمع داخل والمدرسة اللي كان تدخل من البوابة تحس إن في شيء غلط، روح أنت على طول قرب واسأل المدير متى تجتمع أنت والأولياء أو أولياء الأمور أو مجلس الآباء والأمهات، يقول لك أصلاً ما فيش، قرب اسأل. طيب إذن هذا هو، هذه الأشياء يعني الحاجات البسيطة، ما هيش فلوس، مش دائماً صرف الفلوس فقط تواجد. طيب هذه الشغلة اللي أنا مثلاً فكرت فيها وكذا، وإيش غيره؟ الشغلة الثانية إضافة إلى وجود المجتمع داخل المدرسة هي المدرس. المدرس يوصل رسالة سامية، لكن للأسف نحن حطينا أهم شخص في تكوينة أي مجتمع في مضمار سباق بلا جزمات بلا تدريب وقلنا له انطلق. صعبة، ونشتيه يأهل أجيال قادرة على التعايش، قادرة على المساواة، صانعة للسلام، حاملة الراية، يعني قوية واثقة من نفسها. خلوني أعطي لكم نبذة بسيطة عن مشكلة المدرس. المدرسين القدماء المؤهلين المخضرمين وصلوا إلى سن التقاعد وجزء كبير منهم بدأ يتقاعد، أجاجيل جديد متحمس يشتي يدرس، لكن مع الأوضاع اللي حصلت في البلد هذا الجيل لم يحظى بالتدريب الكافي ولا التأهيل الكافي، وفوق هذا للأسف راتبه يمكن أحيانا ما يكفيش. أنت متخيل الآن راتبه ما يكفيش ما عندهش يعني أحيانا التدريب أو التأهيل الكافي للسيطرة على الطفل، لعلاج يعني للتعامل معه. فوق هذا وهذا بيشتغل دوام ثاني عشان يغطي احتياجاته، شغله أخرى جنبها، أو أحيانا بيجيب مدرس بديل، أو أحيانا عندنا عجز في المدرسين بنجيب مدرسين متطوعين. إذا صار عندنا في المدرسة اليوم مدرس مضغوط، مدرس بديل، مدرس متطوع، وداخل الصف 120 طالب،
كيف يسوي هذا؟ يعني ايش اللي الساحر هو؟ صعبة يعني انه يدير هذا الطفل ويقوم اخلاقه ويحافظ على انفعالاته وما يحاولش انه يصعب عليه. طيب اذا برضو رغي، كيف نحن نحل هذه المشكلة؟ معنا شغلتين هنا، وهذا اللي فكرت فيها انا، والباقي عليكم تفكروا فيها. الشغلة الاولى علينا كمجتمع ان نعيد للمدرس هيبته، نكون موجودين معه واقفين خلفه، يعني يعرف انه قاره الولي الامر الكل متواجد معه يطمئن. المدرس اليوم ما بيتعرضش فقط لانتهاكات خارج المدرسة، بيتعرض لها داخل المدرسة. وانتم متخيلين ان الطفل اللي مفروض انه يشوف قدوته امامه هكذا يعني وصورته بتتكسر، ايش اللي عكسناه نحن للطفل هذا؟ وايش متوقعين منه بعد 10-15 سنة يعني؟ طيب هذه اللي علينا نحن كمجتمع. ايش باقي على المدرس؟ المدرس ايضا هو جزء من المدرسة، وهو بطبيعة الحال مصدق عند الطفل، فعليه ان يحاول الا يقلب الضغوطات الخارجية، الا يقلب التحيزات، التميز، العنف للصف معه للطفل، الا يعني يعنف طفل. هذه مهمة المدرس اللي يقدر يسويها الان، وان يصبر، لانه بامانة انا اشوف انه اشقع شخص هو هذا الشخص اللي بيخرج باقل تقدير مادي من الصباح الى الظهر عشان يوصل رسالة، عشان يعمل همنا نحن كلنا كأفراد. هذا أهم شخص. فأنت مهمتك يا مدرسنا أن تحاول ألا تقلب ما يدور خارج هذه المدرسة للمدرسة، وأن تعرف أن المعلومة الخاطئة الواحدة، معلومة خاطئة واحدة 10 معلومات صحيحة ما بتصلحها. إذا اليوم مدرسة فيها مجتمع، فيها مدرس، مدرسة آمنة، ابنك أخوك أختك بيقوم الصباح من بدري بيروح للمدرسة، بيتعلم فيها ما يلزمه من السوشيال ايموشنال سكيلز أو المهارات، الذكاء العاطفي الاجتماعي، بيتعلم ما يلزمه لبقية المستقبل، أنا متأكد أن الوضع بيكون مختلف. أنا أشوف أنه نحن اليوم كلنا كأفراد ضحايا تعليم ومدرسة، مننا من نجا ومننا صار إلى ما صار إليه. المبنى اللي بيهتد بنعمله بنبنيه، المؤسسة اللي بتتكسر بنعيد إنشائها، والسياسة دائما فن الممكن. حاجة واحدة فقط إذا سبناها ما بنقدر نعيدها، وهو شاب في المستقبل مش عارف كيف يحل مشاعره، مش عارف كيف ينضبط، كيف يسيطر على انفعالاته، غير قادر على حل المشكلة اللي أمامه. نسيناه اليوم، ما علمناهوش نهج التعايش في المدرسة. شكرا لكم.